السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه برنامج تيكلا بيم سايت ده هو برنامج متخصص في رؤية الملفات الخاصة ببرامج البيم. نقدر نشوف العناصر هنا في المودلز ونقدر نلون العناصر زي ما احنا عايزين. يعني اقدر اجي هنا مثلا في الاستراكشر ستيل وادوس على العلامة ديت واقول له انا عايز الاستراكشر ستيل يكون باللون الاحمر، تمام؟ فيبدأ يلون لي العناصر ديت. ممكن اقول له مثلا ان انا عايز الارتكشر يكون باللون الازرق، فيبدأ يلون العناصر باللون الازرق، الحاجات الخاصه بالاركتكشر. برضو ممكن اجي هنا من العناصر ديت اقول له مثلا انا عايز الكولوم يكون بلون معين مثلا، وليكن مثلا اللون دوت. ودي هي مهمه جدا بحيث نبدا نلون العناصر. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اخد سكشن، اخد سكشن مثلا في المكان دوت. اقدر برضو الون العناصر بحيث اشوف الوان العناصر الموجودة هنا. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز دوت ادي له لون معين، لون سبيشال. ممكن اقول له انا عايز هايد للعنصر دوت او عايز اضيف ملحوظة معينة. نروح مسيفها، تمام. او ممكن اقول له انا عايز شو اون لي شوف في الجزء ده بس، او فيت تو فيو اعمل زوم على الجزء دوت.